وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتبة والإعلامية سوسن الشاعر. أهلا بك سيدة سوسن، واسمحي لي أن أنقل التساؤل الذي ورد في تقرير الزميل بسام: ماذا تبقى لقناة الجزيرة من شرف المهنة وأخلاقها؟ أمسي عليك بالخير أولا أختي مريم، وأمسي على المشاهدين، وأحب أسمي الأشياء بمسمياتها. فنحن لا نتحدث عن قناة، نحن نتحدث عن نظام سياسي. القناة ما هي إلا أداة تأتمر بأمر هذا النظام السياسي الذي وقع على اتفاقية هي الثالثة أو الرابعة ربما في اتفاقية العلا، ولا أعرف إن كان قد هذا النظام قرأ هذه البنود الموجودة في اتفاقية العلا أم لا، لأن الواضح أنه لم يلتزم بأي من بنودها التي تسعى إلى أمن منطقة الخليج، أمن مجلس التعاون. التهديد يعني لهذه الأعمال، لهذه الممارسات التي تأتي سواء عن طريق قناة الجزيرة أو غيرها من الممارسات، لا يكون للبحرين فقط. التهديد لأمن منطقة لدول مجلس التعاون جميعهم، أي دولة يقع فيها ضرر في مجلس التعاون سينعكس على الكل، وهذا واضح أن إلى الآن لم نستوعب الدروس في السابق. لذلك تستمر قناة الجزيرة لأن النظام مستمر في مشروعه، وبعدين مش بس البحرين اللي مستهدف الآن من خلال هذه القناة، النظام القطري يستهدف حتى المملكة العربية السعودية في الأحداث الأخيرة. هو من يستضيف الحوثي الآن ليصرح ويتبجح بقصفه للمدنيين في الرياض وفي الظهران؟ أليست قناة الجزيرة؟ من يتكلم على الإمارات وعلى على وزير الخارجية الإماراتي وعلى يعني من يسيء للإمارات، من يسيء للسعودية، من يسيء للبحرين؟ المشروع ما زال مستمر بالنسبة لهذا النظام، فلا نحصر القضية في قناة الجزيرة ونوجه خطابنا لشرف المهنة، نسألها عن شرف المهنة أو إلى آخره، ما هي إلا أداة من أدوات النظام السياسي. وأحب هني أوجه كلامي إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون، يعني مش مفروض يكون في متابعة لاتفاقية العلا التي وقعت؟ طيب هذه المتابعة ألا ترفض هذه الممارسات؟ طيب ما رأي الأمانة العامة؟ ما رأي الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية؟ أين الحياد الدول التي توسطت أيضا؟ دولة الكويت التي نحترمها ونجلها ونقدرها، نريد نسمع رأيها في هذه الممارسات القطرية المستمرة حتى من بعد الاتفاقية. يعني خلصنا من حب الخشوم، وخلصنا من كلام الطيب، ورد نأكد على موضوع وأساس وهو ثابت من بداية الأزمة إلى الآن مع قطر، أن الشعب القطري شعب شقيق، أخ، أهل، عزوة، لا يعني لا ينمسهم بسوء، ولا نرضى عليهم بأي إساءة، ولا نقبل لهم بأن يكونوا دائما بهذا الشكل المنبوذ المنعزل، بالعكس. ولكن خطابنا نوجهه فقط لهذا النظام الذي يستمر الخطأ تلو الآخر، والآن وجد له منفذ من خلال هذه الاتفاقية ليظهر في مظهر أنه حريص على مجلس التعاون على أمنه. طيب الكلام غير الممارسات، فرجاء لا نحصر الكلام فقط في قناة الجزيرة، خلينا نوجه الكلام لصاحب الشأن نفسه. نعم، الكاتبة والإعلامية سوسن الشاعر، شكرا جزيلا لك.